الرياضي الذي تفتحت براعم الفنية باكرا فاحترفت التمثيل ونجحت. أنا الذي انطلقت من المسرح ومن هناك خطوت أولى خطواتي نحو النجومية. وقفت إلى جانب نجوم لامعين وأديت أدوار مميزة في عالم الدراما. لكن حب الإيجار كان الانطلاقة الأقوى في مسيرة الفنية والتمثيلية حتى اكتسبت شعبية كبيرة في معظم دول العالم. أنا سفير النوايا الحسنة، أنا الوسيم الذي لحقته عدسات الباباراتزي والشائعات، أنا الممثل التركي باريس أردوتش.